صباح الخير. بحلقتنا للمطبخ لليوم رح نحكي عن السكر، لأنه أكيد بنستخدمه كتير بتصنيع الحلويات وعمل الكيك وغيرها، وكتير بهمنا أنه إحنا ننتبه لكمية السكر اللي بنتناولها. اليوم رح نحكي عن 4 أنواع من السكر وشو الفرق بيناتها من ناحية السعرات الحرارية أو حتى إذا إلها تأثير على الصحة. رح نبدأ أول إشي بالسكر الأبيض. السكر الأبيض طبعاً اللي هو سكر المائدة اللي بنستخدمه إحنا كتير، وأكيد لازم ننتبه لكمية السكريات اللي احنا بنستخدمها. في عنا سكر عادي الموجود بأكلنا زي الفواكه، وفي عنا السكريات المضافة اللي احنا بنضيفها للأكل، يعني للحلو، للمشروبات الغازية، للعصائر المصنعة، وهاي اللي بدنا ننتبه لكمية السكر اللي بنستهلكها، لأنه زيادتها إلها مشاكل كتير كبيرة على الصحة، وممكن تكون واحدة من أهم الأسباب في زيادة الوزن. طب إذا رح نحكي عن سكر المائدة اللي هو العادي اللي بهذا الشكل، سكر المائدة المعلقة الصغيرة من السكر فيها 15 سعرة حرارية، وهذا دائما لما نطلع على الملصق الغذائي بكون عندنا كمية النشويات، مثلا إذا اشترينا نوع حلو أو أي نوع تاني حبوب إفطار بنشوف قديه نشويات قديه منها سكر مضاف. لما يكتبوا سكر مضاف يعني سكر مش موجود بشكل طبيعي، انضاف بعملية التصنيع، وهذا اللي لازم ننتبه له، لأنه كل 4 جرام من السكر يعادل تقريباً معلقة صغيرة اللي هي 15 سعرة حرارية، فبدنا ننتبه لإنها، لأنه إحنا عندنا كمية محددة من السكريات المضافة يفضل ما نتجاوزها عشان ما يصير في عندنا زيادة في الوزن. طيب إذا بدنا ننتقل من السكر الأبيض، في عنا السكر البني. السكر البني مش زي الطحين الأبيض والطحين الأسمر أو الخبز الأسمر والخبز الأبيض، هذا عبارة عن سكر ما بيفرق عن السكر العادي اللي هو الأبيض من ناحية شو يعني مكوناته، ما فيه فيتامينات أو معادن أو ألياف زي مثلا ما نحكي إنه الخبز الأسمر فيه أكثر ألياف ومعادن وفيتامينات، فقط الفرق بيناتهم هي في عملية التصنيع، فبكون في عنا يعني بطريقة معينة بيصير عنا السكر الأسمر، وعادة قبل ما يتكرر ويتحول للسكر الأبيض. الفرق بسيط بالسعرات الحرارية، المعلقة الصغيرة اللي هي تقريباً 4 جرام فيها 11 سعرة حرارية، هذا اللي بيفرق فقط بالسكر البني والسكر الأبيض، وممكن مرات لما نستخدم بالوصفات نقلل شوي هيك من كمية السعرات الحرارية الموجودة فيها. ننتقل لسكر ثالث كتير مهم، عندنا سكر الفركتوز. سكر الفركتوز، كلمة فركتوز هو عبارة عن سكر الفواكه، وإحنا ما بيخوف لما ناخذ هذا السكر من الفواكه طبيعياً، يعني كل أنواع الفواكه فيها سكر الفركتوز، ولازم ناكل تقريباً من 2-4 حبات فواكه يومياً، كل شخص طبعاً بيختلف على حسب عمره ومجهوده البدني وغيرها. المشكلة في السكر الفركتوز المصنع، عادة يباع في السوبر ماركت ويسوق شوي إنه لمرضى السكري، ولكن بأبحاث كتيرة وجدوا إنه هالسكر الفركتوز المصنع غير ملائم لمرضى السكري، حتى عم بيعمل لنا بعض المشاكل المتعلقة بالوزن ومقاومة الإنسولين، فأنا ما بفضل نستهلكه. المشاكل طبعا بتبين إذا صار في عنا استهلاك له بكميات كبيرة، فإحنا ما بدنا نعتبره سكر بديل عن السكر العادي، ودائما بأي نوع سكر يفضل نخفض الكمية شو ما كانت النوعية. في كمان على بعض أنواع الحلويات انتشر كتير كبير والعصائر، في إشي اسمه كورن سيرب، فركتوز كورن سيرب اللي هو محلول سكر الفركتوز، وهذا كمان كتير انعمل عليه أبحاث ووجد إنه هو من أهم مسببات زيادة الوزن خاصة عند الأطفال. نيجي آخر، طبعاً هاي المعلقة الصغيرة من سكر الفركتوز فيها 15 سعرة حرارية، فزي ما لاحظنا ما عندنا فرق كتير كبير بالسعرات الحرارية. نيجي لآخر نوع من السكر اللي هو العسل. العسل المعلقة الصغيرة فيها تقريباً 21 سعرة حرارية، فرق بسيط بالسعرات الحرارية إنها أكثر، ولكن من ناحية القيمة الغذائية بضل العسل فيه فائدة غذائية كتير أكثر من السكر، خاصة إذا كان عسل طبيعي وغير مغشوش، متأكدين إنه هو عسل 100%، أكيد بيحتوي على بعض الفيتامينات وبيحتوي كمان على بعض المواد المضادة للأكسدة، وحتى ممكن يكون بديل للسكر بكميات معتدلة لأي حدا عنده مشاكل سكري أو غيرها،
ممكن نستخدمه لكن بكميات بسيطة. يعني حتى لو العسل مفيد وجد بعدة أبحاث، غير إنه فيه مواد مضادة للأكسدة، في عنا بعض الفيتامينات والمعادن، حتى وجد إنه كمان مناسب لالتئام الجروح، كانوا يستخدموه قديماً. فممكن نستخدمه ولكن ننتبه للكمية كمان اللي إحنا بنستخدمها من العسل. فاليوم حكينا على 4 أنواع من العسل. منلاحظ السعرات الحرارية بتتراوح ما بين 11-20 سعرة حرارية. بكل أنواع السكريات لازم ننتبه للكمية المستهلكة، حتى بالبيت لما نعمل حلو نقلل من الكمية عشان نقدر نخفف من استهلاك السكر اللي عم بيكون سبب رئيسي من أسباب السمنة وزيادة الوزن. بلاقيكم أكيد بحلقة جديدة وأفكار جديدة بتتعلق بالتغذية.